يا في مال يا في منون. وبعدين سيدنا النبي قال ايه؟ كلكم راع كلكم مسؤولون عن رعيته هل انا مقصر فيهم بعيد عنهم ولا هنا لا؟ انذار اه طبعا اشوف انا بتاعتي. طب الزينه بتاعتي اللي هي المال دون هل انا اشوف؟ لان انا حسيب المال دون صحيح والورثه هم اللي هياخدوه. هل كله حسب. حلال ولا في شبهه؟ اشوف انا اشوف انا بحصنه ازاي؟ افتش في نفسي انا معنى حصنه في دي في زكاه هزكي في يعني ولادي انا سايبهم واعتقد ان هي ترتبط بالرؤيه الثالثه اللي هي في الاولاد ان ابنه المتجوز عمل حادثه هو ومراته ما انا بقول بترتبط بيها ترتبط بيها الحادثه هنا برضو خلاف لان في الزينه هنا وذكرت هي الطفل كمان ان في طفل عايشينه ان مال وبنون يبقى انا في بعض الخلاف. طيب انا لما اروح للدكتور الدكتور افضل واعظم دكتور هو طاعه الله ورسوله صحيح. ان انا ما بخش على المسجد بتزيل عني همومي كلها لما بتتوضا اساسا بتتوضا برافو عليك الوضوء بتتوضا بتتساقى ذنوبي يبقى انا هنا اعظم طبيب القران طاعه الله ورسوله ان كده ونحن بتتساقط كل حاجه وحشه واي هم واي ذنوب بتتساقط مننا فالطبيب ما يقول لي حاجه بسيطه يبقى خلاف بسيط. طيب انا ابني متجوز او بنتي متجوزه يمكن انا كنت بحل مشكله قبل كده من 3 ايام. طيب احنا لسه لما تشوف زوجة ابنها رجلها مبتوره ده يبقى التفسير هنا ايه؟ التقصير هنا ان انا بقول ربما يكون هناك سفر من تقطيع الجسم انا هتكلم فيها ولما اشوف الخلل في الاقدام اللي هي للسعي الرزق امشي في مناكبها وكلهم الرزق واليه النشور ولما اشوف ده بيدل على الرزق تقطير في الرزق. طيب لو انا شفت ان الساق لف على بعضها يبقى ده يدل على فراق ان الله قال والتفت الساق بالساق. طيب لو بعض الخلل فيها يبقى خلل هنا في الرزق عندي. طيب يكتمل قلنا كسر صلاه سيدنا النبي كسر استغفار طاعه الله نعم ورسوله نعمل بقى الروشته اللي احنا بنقولها لكن بنوصي سيلة الحلقات كلها بنوصي الاب والام بنوصي كل واحد مجوز ابنه مجوز بنته الخلافات العقول هناك تفاوت في العقول قد يكون ان انا عايش في بيتي بوضع اتجوز بوضع تاني بيبقى خيان تاني لازم ان احنا نقرب دي وان احنا نقف جنبيهم لغايه لما يقف على يعني المسلم هين لين خلينا كده واعلم طيب معنا